السلام عليكم واهلا بيكم في الحدث الابرز في الكان، هو المباراة النهائية. دلوقتي لسه قدامنا بالظبط وقت تسجيل الفيديو ده 3 ساعات ونص من بداية المباراة النهائية بين الجزائر والسنغال. عايز اقول ان اعداد الجماهير الجزائرية كبير جدا، لسه 3 ساعات ونص واعداد الجماهير الجزائرية بدأ يبقى في ازدياد كبير كمان. دلوقتي لو بصيتوا على البوابة هتلاقوا في اعداد، في جماهير كتيرة لسه جاية في الطريق. دلوقتي عايز اقول ان اعداد الجماهير تقريبا وصل لاكثر من 10,000 تقريبا، ده اللي انا اقدر اشوفه من هنا، ما اعرفش انتوا شايفين كويس ولا لا. بعد دقايق هبقى عند الجماهير الجزائريه هصور لكم فيديوهات وهنشوف لقطات كتيره جدا من اول ثانيه لاخر ثانيه وقبل الماتش بكتير. هننزل فيديوهات ان شاء الله، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصلكم كل جديد. اعملوا لايك علشان يوصل الفيديو لاكبر قدر من الناس، ولو محتاجين اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات تحت علشان اعملها لكم واوريها لكم. ويا رب يا رب النهارده الحلم يتحقق، والجزائر يعني تحقق حلم العرب عامه والجزائريين، وانا شخصيا يا رب يا رب يا رب التوفيق للمنتخب الجزائري. وانتظروا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.